احنا عرقنا هنا على النجيله، اسمنا اللي اتعمل كل واحد في الناس دي كلها، والناس اللي ما جاتش اتعمل من خلال هنا. فانتوا لازم تعرفوا ان الوقت ده بتاعكم انتوا، بتاع الرجاله. مش ما انا ما بحبش بقى ايه اصل الاداره وارمي اللوم على الاداره وارمي اللوم على الجمهور واصل الكباتن ما بتجيش. لا لا، الوقت ده وقت نعرف فيه قيمه الراجل. الراجل بيبان في الشده. فيا عمر انت والرجاله اللي معاك، مش عايز اقول اسم، كلكم لعيبه كبار، بس رايحين اي ماتش نصدق ان احنا هنكسب. نصدق، اسمع كلامي، ما اروحش وانا ضعيف. انتوا بتتمرنوا وشكوا كده، مفيش حد يعمل كده. لو عملت كده هلاقي نفس الجيش بيرقعني والانتاج لا لا. اللي عملتوه في ماتش الاهلي الشوط الاولاني كنتوا تكسبوا الاهلي، والاهلي مش هتلعبوا معلش مع الاحترام للجميع عندكم، بس لما ابقى عايز ابقى